بالنسبة إلى كما نعلم جميعا بأنه هناك بداية لتهرم السكان في تونس، الآن نسبة التهرم 13%، سنة 2015 هذه النسبة سوف تقفز، عفوا 2024 سوف تقفز هذه النسبة إلى 15%، وسنة 2029 سوف تبلغ 17%. إذا هناك بداية تهرم سكاني، يعني بصدد الارتفاع شيئا فشيئا. الآليات الوزارة كوزارة معنية بقطاع كبار السن وبفئة كبار السن، هناك آليات متعددة. أولا التهيئة والصيانة ومزيد بناء مراكز لإيواء المسنين في كل الولايات. في هذا العام وبعد أقل من شهرين سوف يتم افتتاح وتدشين مركز لرعاية كبار السن في القيروان، ومركز لرعاية كبار السن في باجة، وأيضا في جندوبة. بالنسبة للعام القادم يجب أن يكون هناك مركز لإيواء كبار السن في كل ولاية من الولايات التونسية. نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، مزيد الرهان على برنامج الإيداع العائلي لكبار السن. هذا البرنامج في الحقيقة هو قديم، ربما تستغربون لو قلت عمر هذا البرنامج هو 26 سنة، ولكن الآن لو تطرحون سؤال كم من كبير سن هو يستفيد من هذا البرنامج، في الحقيقة العدد لا يتجاوز 200 أسرة تكفل كبير سن، وهذا رقم ضعيف وضعيف جدا. هذا الرقم يشير إلى أن ثقافة كفالة كبار السن في العائلات التونسية هي ثقافة يمكن القول بأنها شبه منعدمة. هذا البرنامج يراهن على الإيداع العائلي لكبير السن، لأنه يسمح لكبير السن بأن يكون موجود في وسط طبيعي. في هذا المنحة وخدمة لهذه الفلسفة، فلسفة هذا البرنامج، فإنه تم الترفيع في المنحة التي تسند للعائلة التي تتولى كفالة مسن من 200 دينار شهرياً إلى 350 دينار شهرياً، كي نحفز العائلات التونسية التي تتوفر فيها شروط كفالة كبير سن من أن تنخرط في هذا البرنامج، مع العلم بأن لهذا البرنامج شروط، سواء كان لكبير السن نفسه وأيضاً للأسرة التي يمكن أن تنخرط في هذا البرنامج.